فيلم اسمه بسبوسه بالقشطه، عامله الرخيص هشام عبد الحميد والرخيص محمد شومان. هشام عبد الحميد بيقوم بدور ايه؟ بيقوم بدور اهو ادي الافيش بتاع الفيلم. الراجل هشام عبد الحميد عامل سجين اهو قدامنا هناك، والاخ التاني شومان عامل سجان، والفيلم من اخراج واحد اسمه عباده البغدادي، ده مخرج كان شغال في الجزيره قبل كده، والفيلم كله من انتاج شركه اسمها اي تو زد. اي تو زد دي بتاعت مين؟ اول ما عرفت الشركه دي اهو خليني بقى افكركم بالراجل الطيب ده اسمه ايه؟ الراجل ده اسمه ايه يا ابراهيم؟ ياسر العمده. فاكرين زعت لكم القصه، ياسر العمده لما فضح اي تو زد، اي تو زد قال دول ناس بيتمولوا من مين؟ بيجيبوا فلوس من مين؟ هم اللي عاملين فيلم بيتكلم بيحاول يهاجم ويشوه الشرطه المصريه والسجون المصريه. بقول له يا هشام يا عبد الحميد يا رخيص، يا محمد يا شومان يا رخيص، يا عباده البغدادي يا رخيص، يا منتج الفيلم يا رخيص، يا كل الاخوان اللي موجودين في تركيا بهذا الكم من الرخص، بقول لكم لو عندكم ذره كرامه ذيعوا الفيديو بتاع الراجل التركي اللي مات في الزنزانه وحقوق الانسان المهدره في تركيا. هتكلم لها دلوقتي فكرني بياسر العمده، او فكر الناس ياسر العمده قال ايه على شركه اي تو زد. قبل ما نتكلم في اي حاجه انا عندي رساله صغيره جدا. العبد الفقير لله لا بيخاف ولا بيتهدد. ومن الاخر انا لو حصل لي حاجه في 10 ياسر العمده معاهم 10 نسخ من اللي معايا، هتلاقوهم في 10 دول. فياريت ما تتعبوش نفسكم في التفكير في حاجه عبيطه، علشان في الاخر هتردوا في وشكم كلكم. خلاص نبدا بقى ونعرف ايه الحكايه. من اكتر من 5 سنين واحنا كلنا بنسال نفسنا وبنسال اللي حوالينا، ليه بعد ما كنا بالملايين في الشوارع اتحولنا احنا لمجموعه عجزه ومش قادرين نعمل حاجه، والنهارده ما بقيناش قادرين حتى نخرج الشارع بثلاث اربع انفار؟ ليه؟ اكيد الكلام ده مش طبيعي. سالنا نفسنا وكلنا عارفين الاجابه، مش طبيعي، في حاجه غلط. لان كلنا كنا بنتكلم خلال السنين اللي فاتت، واعتقد انتوا سمعتوني كتير بتكلم على الموضوع ده تحديدا، بتكلم على الناس اللي ضرتنا ولابسه ثوب الثوره وثوب الوطنيه. والشخصيات دي كالتالي، منهم ثلاثه انا اعرفهم كويس. اخونا اسلام لطفي، ده كان رئيس حزب التيار المصري وبعديها مسك قناه العرب الجديد في لندن. والاخ احمد زينهم حسن علي، او ما يطلق عليه هنا في اسطنبول احمد زين واخوه اسامه، اللي هو نفسه صاحب استوديو مصر في اسطنبول، واللي هو نفسه صاحب فرقه المسحراتيه، واللي هو نفسه صاحب شركات كتيره جدا موجوده على ارض اسطنبول. وعندنا جلال عبد السميع، ده صاحب مصر العربيه وصاحب شركه اسمها نيو ميديا دلوقتي. وانا عندي سؤال بسيط. ده ياسر العمده فضح احمد زين واخوه اسامه زين، وهم اللي قاعدين لابس البرنيطه الخواجاتي، ده اللي بياخد التمويل من الجماعه القطريين عشان ينتج فيلم اسمه بسبوسه بالقشطه يشتم فيها الشرطه المصريه والسجون المصريه، للاسف بممثل فاشل ساقط رخيص شاذ، انا اسف مش شاذ، شمال يعني، اسمها ايه يا ابني؟ مثلي الجنسيه، عنده يعني ميول حرف الميم دي ولا اسمها مجتمع الميم، هشام عبد الحميد ومحمد شومان.